السلام عليكم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاهلي خط احمر، حلقه خاصه جدا. ولكن ارحب بك فارس. اهلا بك فارس. اهلا بك اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر وكل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد حلقه خاصه جدا، حلقه خاصه جدا لاسباب كتير، للتوقيت اللي فيه الخلاف الدائر بين مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي مع بعض المسؤولين في اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام وما شابه. ولكن الأهم والخصوصية في الحلقة أن الساعة 10 هيكون معنا كلمة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإيضاح كل الأمور المتعلقة بالفترة الماضية. بالتأكيد هيكون الكلام مهم جدا، كعادة ظهور الكابتن محمود الخطيب بعد ما ظهر في المؤتمر الصحفي أشياء كتير اتغيرت، يمكن حتى كمان في الكافي فارس. أعتقد المرحلة دي محتاجة يكون رئيس النادي الأهلي يخاطب جماهير النادي الأهلي ويكشف بعض الحقائق في الفترة الأخيرة. كلمة منتظرة يا أسامة، وأكيد كلنا تابعنا ردود الأفعال منذ أن أعلن النادي الأهلي عن الكلمة المرتقبة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي بالكامل بل كل المعنيين بالرياضة المصرية ينتظروا كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب في توقيت بيستدعي أن النادي الأهلي تكون كلمته واصلة لجميع الناس اللي موجودين في المشهد الرياضي. لأن النادي الأهلي في الفترة الأخيرة يا أسامة في رأيي زج بي في مشاكل كتير جدا رياضية لم يكن يمتلك إلا أنه هو ياخد موقف تجاهها، لأن الأمور بتزداد مع الوقت. ودي قضية الأهلي العادلة دايما يا فارس، لأن النادي الأهلي دايما بيبحث عن حقوقه، والنادي الأهلي لا يحب أبدا أن ينتزع منه حق أصيل للنادي الأهلي. الحالة السائدة في الإعلام الفترة الأخيرة، ويمكن أكتر جملة اتقالت أو أكتر كلمتين تحديدا اتقالوا لما يجوا يتكلموا عن النادي الأهلي والإخفاق في أو الابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري العام، كانت الكلمة أو الجملة بتقول بغض النظر. احنا حلقتنا النهاردة هنتجنب بغض النظر، لأن ما ينفعش تطلع كل شوية تقول لي بغض النظر عن الأخطاء التحكيمية، بغض النظر عن الأخطاء الإدارية، بغض النظر عن جدول الدوري وضغط المباريات، حتى بغض النظر عن التجاوز والتطاول في حق النادي الأهلي. وعايزني أقول لك فعلا الكلام ده أكيد الهدف منه خداع جماهير النادي الأهلي، لكن جماهير النادي الأهلي ما بتنخدعش بسهولة. جماهير النادي الأهلي بعد قرارات النادي الأهلي كانت على طول بتفعل هاشتاج إنها بتدعم قرارات النادي الأهلي في خلال ساعة واحدة، كان هاشتاج ترند رقم واحد في مصر واثنين عالميا. ده بالتأكيد كان واضح جدا إن هو ده كيان النادي الأهلي، لو وقع لألف أمة. وإحنا هنا بنقول لك مش هينفع نقول بغض النظر، ده إحنا عايزينك تطيل النظر، وهنجيب لك أحداث تخليك تاخد بالك كويس قوي وتمعن النظر عشان تعرف الاسباب الحقيقيه. بالمناسبه احنا عارفين ان عندنا سلبيات، وجماهير النادي الاهلي عارفه كويس قوي انها عندها سلبيات، والنادي الاهلي بمجلس ادارته واجهزته الفنيه عارفين ان في سلبيات، دورنا نعالج السلبيات. لكن انك تاخد السلبيات فقط لا غير وتغض النظر عن كل شيء وصلنا للسلبيات دي، لا، هنقف وهنقول لك طيل النظر معانا النهارده. اكيد النهارده هيكون عندنا وقفه مع عديد من الامور، وزي ما قال لكم اسامه في اوقات زي ما بتشوف مشاركه جمهور النادي الاهلي، وانا بقول ده الوعي، في مرحله انت بتشوف فيها ان انت عندك امور داخليه تقدر تعالجها، وفي مرحله تتعلق مع امور لازم يكون لك موقف واضح وحاسم فيها. لان زي ما بنشوف وزي ما هنستعرض معانا على مدار الحلقه اسامه، ازاي وانا بكرر الكلمه دي الاهلي دفع دفعا ان هو يبقى عنده ازمه بالشكل اللي انت ما ينفعش قدامها تتجاهلها او تصمت. بالتأكيد يا فارس، خلينا نستعرض القرارات اللي صدرت من مجلس إدارة النادي الأهلي خلال ال 48 ساعة الأخيرة. وطبعا القرارات واضحة جدا، والنادي الأهلي بيطالب بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها من وجهة نظر النادي الأهلي، واللي احنا شفناه على مدار الموسم. المطلب الثاني هو إيقاف حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه، طبعا ده في مباراة الأهلي وفرقه. عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي. والنادي الأهلي بيستكمل مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة. هنا في نقطتين ربما البعض يتفهم أن ده شأن يخص النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي عاوز يوصل رسالة مهمة جدا أن بطولة الدوري بما أنها فقدت المصداقية والنزاهة فأنا ممكن أكملها بالناشئين عادي جدا. والموقف اللي هو انسحاب او عدم المشاركه في حاله عدم تنفيذ مطالب النادي الاهلي العادله
النادي الاهلي دايما مطالبه عادله، في ظلم وقع على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرفع الظلم عنه، بيطالب بتحقيق مع حكم المباراه في لقطه الجميع اقر ان الهدف صحيح لصالح بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي، وبيطالب ان كده كتير مع لجنه الحكام، وعلى مدار الموسم بقى واضح جدا ان في فقدان للنزاهه والمصداقيه، وبالتالي لجنه الحكام بتخضع للاتحاد المصري لكره القدم، فبالتالي كان الكلام عن السوبر المصري وكأس مصر مش عن الدوري العام الموسم القادم، لأن ده مع رابطة الأندية اللي احنا بنتمنى ان ينتقل إشراف لجنة الحكام من اتحاد كرة القدم المصري للجنة الأندية الموسم القادم إن شاء الله. من كلامك يا أسامة عايز أكلمكم في قراءة المشهد نفسه، القرارات بتاعة النادي الأهلي احنا ليه وصلنا ليها بالشكل ده؟ اللي أنا عايز أقوله ان يبدو ان البعض في اتحاد الكرة لا يدرك قيمة النادي الأهلي، وده اللي أنا بشوفه في التعامل اللي وصل النادي الأهلي للحظة دي. حتى الكاف في عز أزمتك معاه كان في مواقف واضحة، أنت بتنزل المباراة ليه بتستضيفها المغرب، بتلاقي الكاف أسامة بيخرج يوضح ويرد ويقول إن أنت ما تقدمتش وبيتعامل معاك. متسبي كان حريصا جدا على التواصل مع كابتن محمود الخطيب، وكابتن محمود الخطيب كان حريص إن الرد يكون من خلال الدوائر الشرعية. متسبي في لحظة التتويج كان حريص إن هو يوصل لكابتن محمود الخطيب اعتذار الكاف وان الكاف كان في وضع حرج. على الجانب الاخر هنا في اتحاد الكره البعض يتعامل مع النادي الاهلي دون قدره، وده غير مسموح به بالمره. النادي الاهلي يا جماعه هو عصب الرياضه المصريه، وده مش اجتهاد مننا. اخر 20 سنه 7 دوري ابطال في افريقيا، لولا النادي الاهلي لو شلته من المعادله انت مش موجود. انا اسف، انا ايوه انا بقول لك انت مش موجود على مستوى الانديه. اخر 15 بطوله دوري النادي الاهلي بيحقق 13 منهم. اذا هنا لازم تدرك قيمه النادي الاهلي. محدش عايز حاجه غير حقوقه، محدش عايز حاجه غير ان النادي الاهلي يعامل بعين الانصاف، وعمرنا ما نحس ان اتحاد الكره بيتعامل مع النادي الاهلي ان لا زي ازمه العطار والمدير التنفيذي ان هذا هو الامر الواقع. اعضاء مجلس اداره بيطلعوا يقولوا نحن مخطئين، البعض بيتكلم والوزاره بتحقق وبتخرج قرارات ولكن دون حساب. اذا تيجي تروح للتحكيم بنفس الشكل هو ده اللي عندنا؟ لا، تاريخيا على مر تاريخ النادي الاهلي، الاهلي ما بيتقلوش ابدا، هو ده اللي عندي. والقصه مش قصه خساره بطوله، لان انت عادي جدا وارد جدا يكون عندك بعض الاخفاقات، وده طبيعي جدا في كره القدم، لكن الخساره الحقيقيه ان انت ينتزع منك حق اصيل وانت ما تحاربش على حقك ده، خاصه لما يكون في حاله من التخبط الشديد جدا على مدار السنوات الماضيه من اتحاد كره القدم واللجان حتى المعينه، حتى لما تكون بتطالب بتحكيم اجنبي يطلع رئيس اللجنه الثلاثيه يقول مش هنجيب تحكيم اجنبي لان في انديه قادره على انها تجيب تحكيم اجنبي وانديه غير قادره على انها تجيب تحكيم اجنبي. طب هل انت طورت منظومه التحكيم المصري؟ لا. هل انت اخطاء التحكيم المصري بنشوفها على فريق النهارده لصالحه بكره، ولا كلها في اتجاه واحد لصالح فريق وضد فريق؟ في النهايه النادي الاهلي صحيح هو عنوان كرة القدم المصرية، هو اللي بيرفع راية مصر في المحافل الدولية الفترة الأخيرة، ولكن النادي الأهلي مش طالب إن أنت تعامله على إنه نادي مختلف وعلى راسه ريشة، النادي الأهلي طالب إن أنت تعامله زيه زي النادي أي نادي موجود في مسابقة الدوري، حقق العدالة على الجميع، لأن لازم يكون كلامنا واضح، كلامنا عن العدالة فقط لا غير، مش عن تمييز للنادي الاهلي، فما بالك واحنا بنطالب بالعداله بنلاقي المعامله للنادي الاهلي اقل مما ينبغي يتعامل به نادي في الدوري المصري، وده لن نسمح به، وبالتالي قضيتنا عداله. وتعالوا عشان ما يكونش الكلام مرسل نوضح الامور، النادي الاهلي نادي ضمن انديه الدوري العام، النادي الاهلي اللي هو مجلس اداره له جهاز فني له لاعبين، في خط واضح وفي بلان واضح لشغله، انا عايز اشوف اتحاد كره القدم المصري هل بيتعامل معايا زي او بيتعامل مع المسابقه او بيدير المسابقه بشكل واضح، ده اللي هنشوفه من الحديث عن لجنه الحكام. مش النادي الاهلي مطلبه لجنه الحكام واقاله لجنه الحكام، تعال شوف اتحاد كره القدم تعامل ازاي مع لجنه الحكام، تعامل ازاي مع كلاتنبرج اللي حتى هذه اللحظه ما بيناش والله عارفين هو ايه، هو مدير لجنه التخطيط ولا رئيس لجنه الحكام، هو في لجنه حكام ولا ما فيش لجنه حكام. خلينا ناخد التسلسل واحده واحده ونشوف عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري الكابتن حازم امام وهو بيوضح لنا موعد التعامل او استلام مهمه كلاتنبرج الرسميه وطبيعه عمل كلاتنبرج. نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نوضح الامور ماشيه ازاي او بتدار ازاي في اتحاد كره القدم، الاتحاد الاعرق في قاره افريقيا. نشوف الفيديو.
هو واللجنه اللي معاه اكيد يعني، هو ما عرفش حكام لسه اكيد، يبقى محتاج حد يقول له الدنيا. هو يعمل سيستم يا سيف، هيحاول هيجيب مثلا يعمل محاضرات، يعمل ندوات، يعمل محاضرين. يعني اللجنه هي مكمله زي ما هي دلوقتي؟ لازم معاه لجنه. ما هو الواحد انا بكام دلوقتي الوقت؟ ما هو لا كابتن عصام اللي ماسك، احنا قلنا السنه الجايه كابتن مجدي ده جاي، السنه الجايه الموسم الجاي. فكابتن عصام اصلا سمعت ان كابتن عصام موجود، ما راجل شغال وزي يعني راجل محترم ما عملش حاجه، راجل كان اعلن استقالته لما يجي الراجل، بس هو مش جاي دلوقتي، هو جاي السنه الجايه. يعني جاي الموسم الجاي. يعني حتى الان عصام عبد الفتاح هو هو احنا هو الراجل لما جه كان بيقول من الموسم المقبل. الكابتن حازم امام واضح جدا وهو بيتكلم عن موعد تسلم كلاتنبرج، مهمته اللي لسه ما كانش اتكلم عنها، ولكن كان واضح جدا ان هو هيبتدي مع الموسم الجديد مش الموسم الحالي. التغيرات اللي طرأت الفتره دي هنفهمها واحده واحده ونمشي مع اتحاد كره القدم اللي بيدير الاتحاد الاعرق في افريقيا بالشكل ده، لكن كان واضح ان القرار متاخد ان كلاتنبرج جاي الموسم القادم مع. طب الكابتن عصام فتح قال لك والله راجل محترم، لكن حابب اقول للامانه يعني ان الكابتن حازم امام في الحلقه دي اتكلم انتوا زعلانين ليه اننا جايبين حد اجنبي يحاول يطور من الحكام، لان مستوى الحكام فيه مشكله. فده اعتراف واضح وصريح من اتحاد الكره ان مستوى التحكيم فيه مشكله. اذا ده اكبر دليل ان قضيه النادي الاهلي يا فارس قضيه عادله، مستوى التحكيم اعترف بيه الجميع ان هو فيه مشكله. كابتن حازم اعترف ان في مشكله، ويمكن كان بعض اعضاء اتحاد الكره لهم راي اخر هنبقى نتكلم فيه اسامه، ولكن تاكيدا على كلامك كمان في 16 يونيو عرض اتحاد الكره مجموعه من النقاط. هنا بصوا بقى يا جماعه الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، هو الراجل ده انتوا جايبينه ايه؟ وده اللي بيحصل مع الجمهور عشان تدخل في بالونه اختبارات وتدخل كل شويه في فكره نشوف رد فعل الناس ايه. رد فعل الناس، انت جيت قلت في 16 يونيو البند كان احد ضمن بنود عقد الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام اجتماع انا اليوم بمقر، وجاءت القرارات من ضمن القرارات تعيين مدير تطوير اجنبي للجنه الحكام، ده في 16 يونيو، بس ما اعتقدش ده كان الموقف الاخير. لا ما هو احنا مش هنعرف دلوقتي، احنا اصلا هنخلص الفقره او الحلقه او اليوم ومش عارفين كلاتنبرج وضعه ايه، لان اتحاد كره القدم بيتعامل على رد فعل. هل اتحاد كره القدم ده السؤال بقى اللي هنوجهه، انت فعلا بما انك معترف ان في مشكله في التحكيم المصري انت فعلا بتسعى للعداله، ولا انت مشكلتك ان يكون النادي الاهلي هو اللي بيسعى للعداله؟ لان هو ده اللي من وجهه نظري الشخصيه عامل تضارب ردود افعال عند اتحاد كره القدم المصري، اللي كانوا شايفين في يوم 16 يونيو ان هو هيكون مدير لجنه تطوير الحكام، ولكن نفس الموقع الاتحاد المصري لكره القدم عرض بالامس عوده او استقبال كلاتنبرج عن طريق التويتر اللي كتبها كلاتنبرج، وبيقولوا يعني كلاتنبرج عبر حسابه على تويتر انا متحمس جدا لتولي مهمه ايه؟ مهمتي ايه؟ برئاسه لجنه التحكيم في الاتحاد المصري لكره القدم. انا قادم يا ام الدنيا. يعني والله الراجل ده شكله هينجح معانا جدا طالما دخل بقى انا قادم يا ام الدنيا دي، والراجل جاي يستلم مهمته رئيس لجنه التحكيم، هو مش مدير. ده امتى؟ ركزوا في التواريخ، ده امتى؟ امبارح بقى، يعني امبارح حاجه والنهارده حاجه، كلام كلاتنبرج بتاع امبارح غير كلام اتحاد الكره النهارده. ليه؟ لان يا جماعه انا عايز اقول ردود الافعال، وده حصل. اتحاد الكره سرب للوسط الاعلامي ان عصام عبد الفتاح تمت اقالته، ان كلاتنبرج جاي يستلم مهمته كرئيسا للجنه التحكيم يوم السبت، وخرج كتير جدا من الاعلاميين وعلى راسهم كابتن احمد شوبير قال ان عصام عبد الفتاح خلاص خارج اتحاد الكره وكلاتنبرج هيستلم السبت. طيب خرج النهارده انا في رايي ما يعرف بخبر المكايده. ايوه اتحاد الكره شغال بطريقه المكايده، لما تيجي تقرا البيان او الخبر اللي نزله النهارده ده شغل مكايدات وشغل بيضر بالكره المصريه وبيحطنا تحت ضغوط وتحت مشاكل مش مفترض المسؤول يكون بيتعامل بالشكل ده ابدا. النهارده اتقال ايه؟ بالبنط العريض كده الكلام مكتوب، جلسه بين كلاتنبرج وعصام عبد الفتاح لوضع خطه تطوير التحكيم. هنا بقى خلاص الاثنين اتحطوا على قدم المساواه، وان كابتن عصام عبد الفتاح اللي تجرعنا معاه افشل موسم تحكيمي منذ سنوات هو اللي هيقعد مع كلاتنبرج يشوفوا يطوروا التحكيم ازاي. والتحكيم اللي اول قرار مفترض يكون لتطويره ابعاد عصام عبد الفتاح تماما، او اننا نضم وجيه احمد للقعده دي. ياه ده انت ده الاعلى بقى، يعني ده تطوير التطوير، ده تطوير التطوير.
بصوا بقى يا جماعه في متن الخبر، وهنا الشيطان يكمن في التفاصيل، وانا قاصد فعلا لان الشيطان يكمن في التفاصيل. يصل الخبير التحكيمي الانجليزي مارك كلاتنبرج مساء اليوم للقاهره، وهو الموعد المحدد سابقا لوصوله. هنا بقى دخلنا ايه يعني يا جماعه، احنا قايلين كده كده جاي، انت كاهلي مالكش دعوه بالموضوع. بعد ارسال اتحاد الكره، انتوا عمركم شفتوا اتحاد في العالم في اي بيان بيحكي هو بعت تذاكر الطيران لحد جاي له امتى؟ والله العظيم فضيحه. ارسال اتحاد الكره تذاكر الطيران يوم 2 اغسطس، يا اهلي الموضوع ملوش علاقه بيه، احنا من 2 اغسطس باعتين تذاكر الطيران للراجل. احنا اتحاد قوي قوي، احنا اتحاد شجاع قوي يعني، ده بس ده مش مكتوب يعني انت تفهمه. انا زي الاتحاد السابق بالظبط. بالظبط. بعد اتمام التعاقد معه لتطوير منظومه التحكيم. بص بقى اللي جاي، ويعقد كلاتنبرج جلسة هامة مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام غدا لوضع استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة ومناقشة سبل تطوير التحكيم بما يخدم مصلحة كرة القدم المصرية. والله لو في مصلحة لكرة القدم المصرية هي أبعد ما يكون عن اللي انتوا كاتبينه ده، نظام مكيدات لا يليق بالاتحاد المصري لكرة القدم. احنا عاملين ده من بدري، احنا بعتين له التذاكر من بدري، هيقعد مع عصام عبد الفتاح، انت عايز توصل ايه؟ وانا بقول لكل المعنيين في اتحاد الكرة، انا بشوف كابتن حازم امام الزملكاوي اللي حقه يكون زملكاوي في اي ازمة لنادي الزمالك مع اتحاد الكرة بكل موقف حتى لو غير معلن، بنشوفه في الاستوديوهات بيقوم يشد في بدلة كابتن احمد الشناوي عشان يديله حالة، لا ده الوضع بتاعها التشريحي كذا. شفت كابتن محمد بركات طالع بعد فضيحة امين عمر يقول الاتحاد الكرة من خلال لجنة الحكام مش متربص بالنادي الاهلي. طب تعالى للموقف ده، انا هنا ما بتكلمش عن ابناء النادي الاهلي زي ما اسامه قال لكم، انا مش عايز حاجه مش من حقي، انما فين مواقفكم؟ فين موقفكم لما قلتوا هنعتذر وهيحصل تحقيق مع العطار والراجل مكمل؟ لما تيجي تشوف بيان بيخرج وانت راجل مسؤول في اتحاد الكره بالشكل ده اللي فيه كانك بتحرج اداره النادي الاهلي قدام جمهورها، منتظر ايه؟ اسامه انا عايز اقول لك حاجه مش موجوده في اي اتحاد على مستوى كره القدم في العالم. اتحاد الكرة بتاعنا هو الوحيد في العالم اللي قافل التعليقات على أي خبر على كل وسائل التواصل الاجتماعي، مفيش جمهور يعلق. أنت متخيل اتحاد وصل بالضعف والخوف من ردود أفعال الجماهير؟ طب أنت بتخاف من ردود أفعال الجماهير، مشيت البدري جبت إيهاب جلال، مشيت إيهاب جلال، كل ده أنت بتخاف من ردود أفعال الجماهير وجاي عند النادي الأهلي تنزل بيان أقل ما يوصف إن هو مكايدة؟ عارف ليه؟ لأن بالونة الاختبار اللي عملوها من خلال بعض الصحفيين المنتمين للاتحاد المصري لكرة القدم ما جابتش نتيجة. إيه هي كانت بالونة الاختبار؟ قال لك لا 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 لا، هو أنتم مفكرين إن إحنا لسه أصلاً هنمشي الكابتن عصام عبد الفتاح؟ إحنا قبل قرارات النادي الأهلي مشينا الكابتن عصام عبد الفتاح، اتقال كده من صحفيين محسوبين على الاتحاد. هو إحنا أصلاً لسه هناخد قرار ضد محمود عاشور؟ إحنا وقفنا محمود عاشور الصبح قبل ما بيان النادي الأهلي ينزل، فالقصة كلها هو السؤال، أنت كاتحاد كرة منوط بإدارة اللعبة دي، انت دورك تحقق العداله ولا دورك تكون ضد النادي الاهلي؟ انا بصراحه لازم حد يجاوب من الاتحاد على السؤال ده، انت مشكلتك مع نادي المفترض انت اللي ليك حق اداره اللعبه؟ الافراد اللي بيديروا اتحاد كره القدم الحاليين ثم السابقين او السابقين ثم الحاليين ماشيين على نهج واحد، نهج واحد، انا رد فعل ضد النادي الاهلي. طب لو النادي الاهلي بيطالب بعداله انا اكون ضد العداله بوضوح، اللي بيتقال ده هو كده بالظبط، انا ضد العداله. فبالتالي السؤال واضح، انا لا يهمني ايه القرارات اللي تتاخد، ولا انا جاي بسعى لانتصار للنادي الاهلي لان النادي الاهلي بينتصر للقضايا العادله، انا بس فقط لا غير صعبان عليا ان الاتحاد الاعرق في قاره افريقيا يصل به لهذا الحد من سوء الاداره وهذا الحد من مش عايز اقول بقى احتضان المخطئين، لان حصل في الخطاب بتاع الكاف وكان واضح جدا من لجنه الوزاره مين المخطئ، والاستاذ جمال علام قال يا احمد بيه، انت عارفني احمد بيه انا ما بسيبش حاجه عندي غلط، الغلط كان عندك يا استاذ جمال وسبت الغلط، ودلوقتي برضو عندك رئيس لجنه حكام كابتن حازم امام بنفسه بيقول في سوء لمستوى التحكيم المصري، وجاي تقول انا شلته، لا انا رجعته، انا حطيته، لا انا مش عارف ايه، ايه يا جماعه في ايه؟ مش عارفين تديروا اتحاد؟ هو ذنب النادي الاهلي ان هو مؤسسه محتاج يتعامل مع مؤسسه ماشيه بلوائح وقوانين ومعايير مضبوطه؟ موضوع صعب جدا وصعب عليكم، وصدقوني التاريخ مش هينسى الاسماء اللي كانت موجوده، والناس اللي المفترض اتعلمت الاداره في النادي الاهلي
انا اسف جدا، انتوا طلعتوا من النادي الاهلي بسبب عندكم مع النادي الاهلي بتبينوا ان انتوا ما اتعلمتوش اي حاجه في الاداره. والله يا اسامه اهم حاجه ان التاريخ مش هينسى حتى لو المواقف عدت. وعيب قوي ان اسامه يتكلم في حته ان كابتن حازم امام طلع قال عندنا مشكله في التحكيم، وانا اقول لكم كابتن محمد بركات طلع قال التحكيم مش متربص بالنادي الاهلي. امور كتيره جدا بتتغير، بس اعتقد موقف النادي الاهلي واضح. فيديو لكابتن عصام عبد الفتاح اللي مش بيتغير مهم جدا، اللي مش بيتغير فعلا، نسمعه ونرجع نعقب عليه. عصام عبد الفتاح نهائيا مستمر حتى نهايه الموسم، كلام صح؟ والله يا كابتن شوبير انا في الاول وفي الاخر مصري يعني، ف يعني وعلاقتي بالتحكيم علاقه كبيره جدا وحاجه بحترمها وحاجه سبب حاجات كتيره انا فيها الان. نعم. فاحنا مستحيل ان انا الناس الامور دلوقتي صعبه كتير، فمستحيل ان انا امشي، ويعني انا فانا موجود ان شاء الله لحد ما الامور تستقر وان شاء الله خير يعني. يعني يا كابتن عصام عبد الفتاح انت اللي اعادك هيخلي الامور تستقر؟ انت اللي مش هتمشي عشان الوضع صعب؟ والله يا كابتن عصام انت احد اهم اسباب الوضع الصعب اللي وصلنا له ده من اول ما انت كنت في موقف لا يمكن ينسى تاريخيا. وانا بقول دايما في مفارقه قدريه في الموسم ده، ان اخطاء كتيره جدا كان ممكن اي حد يطلع يقول ده نسبيه، ده قرار حكم، ده الحكم شاف، الحكم ما شافش، والكلام اللي شايفينه بيتعمل طول الموسم ده، الا لعبه امين عمر اللي انت طلعت فيها قلت روح البروتوكول وتحصل قدام الاهلي من نادي الزمالك بعدها وتختفي اختفاء تام. انت كنت محتاج تختفي اختفاء تام من المشهد عشان ده يكون اول شيء للاصلاح يا كابتن عصام. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي خط احمر، الاهلي خط احمر يعني الاهلي دائما وابدا هيكون بيحارب على حقوقه ومش هيسمح بانتزاع حق اصيل للنادي الاهلي. طب القضيه دي جت اتفجرت ليه؟ اتفجرت لان سلسله المباريات والاخطاء التحكيميه اللي في اتجاه واحد زادت قوي، ووصلت الاخطاء التحكيميه، وخدوا بالكم من نقطه مهمه جدا، ما بقاش ينفع يتقال عن الاخطاء التحكيميه الكلام اللي كان بيتقال زمان ان الحكم بياخد قراره في لحظه، ان ممكن وارد جدا ما يكونش شاف، لان تقنيه الفيديو من وجهه نظري وضحت لينا الحكم الضعيف من الحكم اللي عنده اهواء. يعني ايه؟ يعني الحكم الضعيف لما تجيب له اللقطه وتقول له تعالى راجع اللقطات المهمه هيقدر يبقى يكون حكم قوي او قرار قوي، لكن الحكم اللي عنده اهواء مهما عرضت عليه اللقطات اللي توضح القرار الصحيح هياخد قرارات غير صحيحه. عشان كده تقنيه الفيديو لما بدانا هنا من البدايه، والبرنامج ده كان مهتم بفار روم وتقنيه الفيديو من اول بدايه البرنامج، احنا بقى لنا 3 سنين من اول بدايه البرنامج واحنا مهتمين بالتحكيم، قلنا بوضوح ان تقنيه الفيديو هتحقق جزء من العداله، لان لسه في عنصر بشري بيتدخل في اتخاذ القرارات. العنصر البشري ده محتاج اما يكون حكم ضعيف يتم تقويته، او حكم عنده اهواء، وهو ده المشكله الحقيقيه. طبعا الكلام كتير عن الاخطاء التحكيميه في مباراه الاهلي وفاركو، وجميع خبراء التحكيم اكدوا على ان الهدف صحيح باستثناء خبير تحكيمي واحد هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه نادي الزمالك، لكن مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا ان الكابتن سمير عثمان، وده عشان طرحنا فيه امانه، لما اتكلم وقال ان الهدف هدف صحيح قال ان في خطا لصالح فريق فاركو. فتعالوا نسترجع الكابتن سمير عثمان قال ايه عشان تعرفوا ان احنا هنا مش بنشوف بعين واحده، لا احنا واضحين جدا وبنشوف بالعينين وشايفين ان احنا محتاجين فقط لغير تطبيق العداله. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. اول حاجه لحظه لعب الكره، تاني حاجه مساعد الحكم واقف مع مين، مع اخر تاني مدافع ولا لا. اما نيجي نبص هنلاقي ان اخر تاني مدافع من فاركو متقدم بجسمه، يعني هو مغطي، ده بناء على الخط اللي احنا عاملينه. احنا بعد ما عملنا الخطوط اللي احنا شايفينها قررنا مع هاني عبد الفتاح ان الهدف سليم. اما جينا عملنا مسافات أيوة. ودي يعني حاولنا نبتكر فيها شويه، شفنا ان المسافه من اخر مدافع لخط المرمى هتطلع لنا على الشاشه كام؟ هتطلع لنا حالا دلوقتي، هتطلع 15 متر و48 سم، 15 متر و48 سم. طيب المهاجم اللي اتحسب عليه أيوة. لو اقل من 15 متر 48 سم يبقى الكره دي تسلل. نعم. لكن ولو 15 48 يبقى مش يبقى سليمه. تمام. انما لو زياده خلي بالك احنا بنعمله ده اجتهاد. لو زياده يبقى الراجل ده جاي من مكان سليم. اما عملنا الخطوط بتاعتنا
الخطوط اللي معموله صح طبقا لرؤيتي انا ورؤيه الناس اللي عاوزه تعرف تحكيم، هي مع اخر تاني مدافع الجزء ده من الكتف، هنا فتح وقف ممتاز كده كده بيرسي تاو ابعد، بيرسي تاو ابعد، يبقى الكره دي سليمه بناء على الخط ثم الاجتهاد اللي هنعملناه. نعم الكره دي مش جدليه، الكرة مش دي جدليه، انا بالنسبه لي انا مش جدليه بصراحه. اللي عاوز يهرب من التحرير في الكره دي هيقول لك كلمه واحده بس، الخطوط اتحطت، الخطوط اتحطت، بس انا اللي بحط النقطه اللي بترسم على الخطوط. لعبه جدليه، جدليه هنشوفها مع بعض وندرسها مع بعض لو حضرتك حابب. الكره دي متقسمه لثلاث حاجات، اول حاجه الكره جت في ايد احمد، هنقف هنا لحظه واحده، هنقف هنا، نقف 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 نقف. اول حاجه لعيب النادي الاهلي خلاص ايديه وقفه تحت، تمام. الكره معموله بالعرض عندي، لعيب النادي الاهلي الاولاني طالع طالع وشادد بوضوح، شادد بوضوح مدافع مهاجم نادي فاركو خلاص. عشان الشده دي الكره ما جتش في دماغه، فالكره راحت لمين؟ الايمن. عاوزين نبص ايد ايمن اشرف فين، ايد ايمن اشرف تحت، طب راحت فين؟ فوق بقى. هل ده طبيعي ان واحد هيطلع وكوره وهو طالع هيدرز هيحط ايده قدام؟ اي واحد في الدنيا هيطلع وهو طالع هيدرز ايده بتبقى جنبه، يبقى هنا عندنا في ركله جزاء كان لازم يتم احتسابها. هو ده اللي انت هتشوفه في الاهلي خط احمر، هو ده اللي انت هتعتاد دايما ان انت تشوفه في الاهلي خط احمر وعلى شاشه قناه النادي الاهلي. ما عندناش ادنى مشكله نناقش اراء خبراء التحكيم حتى لو كان بيقول حاجه ضدك. والغريب ان جماهير الانديه المنافسه بداوا يتكلموا ان خلاص يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ الهدف صحيح، ما هو برضه فريق فاركو له ركله جزاء. انا مش قادر استوعب ازاي انت قدرت تساوي بين ركله جزاء في احتماليه انها تضيع زي ركله جزاء علي معلول مثلا قدام المقاولين والمباراه انتهت 0-0 وهدف خلاص بثلاث نقاط، ده رقم واحد. رقم اثنين، الهدف اجتمع عليه كل خبراء التحكيم باستثناء قلنا خبير تحكيم واحد، والكابتن سمير عثمان قال جمله مهمه جدا، قال ايه؟ اللي عايز يهرب من تحليل التحكيم هيقول ان النقط اتوضعت كده وخلاص، لكن يا فارس الكابتن سمير عثمان اتفق مع ناس كتير في الهدف. اتفق مع ناس كتير. هل اتفق بقى مع ناس كتير في ركلة الجزاء؟ ركلة الجزاء ده جزء مهم، وزي ما احنا بنقول فكره بنأصلها هنا وبنوثقها، وهي فكره ان لا دايما واحنا بنرد بنقول اللي بيساعدنا في الرد ان دايما النادي الاهلي في موضع قوه بحقه وبعداله وبتاريخه اللي بيخلينا نعرف نرد نقول ده. ركله الجزاء لعبه اخرى في المباراه اتساوى بينها وبين هدف صحيح اتسجل واتلغى. ركله الجزاء اعتقد كانت تختلف عن الهدف تماما، لان كانت لعبه فعلا حملت اوجه واراء كتير جدا شافت ان هي ما كانش فيه اي حاجه فيها، بعكس هدف النادي الاهلي الملغي البيرسي تاو واللي ما كانش فيه اي حاجه. فلما تيجي تحط قصاد دي لا كفه مش واحده ابدا. نسمع كابتن رضا البلتاجي وهو بيحلل ركله الجزاء المزعومه على النادي الاهلي. ايه رايك في الهدف الملغي بداعي التسلل بالفار؟ يعني اتصور ان مش هضيف حاجه جديده، انا رؤيه شخصيا هدف صحيح. هدف صحيح. رؤيه شخصيا هدف صحيح. ليه؟ وانا اشك في طريقه رسم الفار، يعني انا باكد على صوره الهدف صحيح. طب يعني ليه الفار ممكن يغلط في التعامل مع لقطه زي دي؟ لانه بالعين المجرده كلنا من اول ما شفناها يعني قلنا جول، بس تعالوا نشوف الفار، فالفار جه لخبطنا، وبعد ما الفار قال حسينا ان احنا برضو اللي راينا كان الصح. لكن النهارده كنت اتمنى يعني بالعين المجرده كده نقول ان الخط ده مرسوم غلط. يعني بالخط ده لو 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 اكدت او رفعت هتلاقي ان الخط ده بيخترق جسم المدافع. مظبوط. النهارده الكره اصطدمت في الذراع مره والثانيه، الثانيه حتى اكثر وضوحا، لكن مفيش برضه تعامل. يعني الذراع وان كانت خارجه برضه شويه لكن في نطاق الجسم. مفهوم مفهوم. يعني في نطاق الجسم. اتفق مع كلامه، مفيش ركله جزاء على النادي الاهلي وفي هدف صحيح للنادي الاهلي. في هدف صحيح الغي للاهلي. طب ما يعني انا السؤال اللي جاي هو طب ليه؟ يعني ليه اللقطه دي؟ ليه الغلط ده؟ يعني الفار بتقول انه جاء. بص يا كابتن هاني، انا والله اقسم بالله انا دايما بسلم بحسن النيه. طب ليه؟ ما هو ده السؤال. طب ليه؟ هنا مهم جدا ناكد ان تم الاتفاق على فكره هدف الملغي للنادي الاهلي غير صحيح الغائه، وان الهدف كان صحيح، وتم راي مختلف خالص لكابتن سمير عثمان في فكره ان لا ركله الجزاء وضع التشريح للايد كان طبيعي، فبالتالي ما فيش ركله جزاء، فبالتالي القرارين ما يتساووش ببعض، ان انت تقول واحده قصاد واحده هي عمرها ما كانت واحده قصاد واحده. ولكن هنا رساله للزميل هاني حتحوت اللي شايف طب ليه. اعتقد طب ليه دي محتاج بما ان انت بتدقق تدقق اللي حصل مع النادي الاهلي كله على مدار الموسم وتسال هل ده طبيعي ولا لا،
هل ده أثر على النادي الأهلي نتائج ولا لأ؟ وإحنا أكتر ناس هنا بنقول إن النادي الأهلي عنده قصور فنية، قصة مختلفة خالص بس مهمة جدا. طب ليه؟ أنت تسألها لنفسك قبل ما إحنا نسألها، لأن إحنا عارفين إجابتها. إحنا بدأنا الحلقة قلنا إيه؟ مفيش حاجة اسمها بغض النظر. إحنا قلنا هنطيل النظر، هنمعن النظر، فما ينفعش تيجي تقول بغض النظر عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة الأهلي مستواه سيء. مش معنى إن أنا مستواي سيء إن أنا ما أخدش حقي. النقطة الأهم بالنسبة لي إن ده ممكن يكون خبير تحكيمي قصاد خبير تحكيمي، لا تعالوا نسمع خبير تحكيمي آخر رأيه إيه في اللعبة اللي الكابتن سمير عثمان شاف إنها ركلة جزاء. نطلع ونشوف الفيديو. عندنا ثلاث حالات هم الحقيقه بارزين، في حالتين طرد طبعا ضد فريق فاركو. عندنا اللعبه الابرز في مباراه الغاء هدف لصالح النادي الاهلي يا كابتن احمد. هي اللعبه قولا واحدا هدف صحيح 100% تم الغاءه لصالح النادي الاهلي. الحقيقه الخطوط مرسومه بشكل خاطئ، الخطوط يعني خاطئه. طبعا الخطوط مرسومه بشكل خاطئ. المفترض الاوبريتور ده مسؤوليه حكم الفار ولا مسؤوليه فني الاوبريتور؟ هو الحكم الفار بيحط النقط للمسؤول اللي هو الاوبريتور، والاوبريتور بياخد طبقا للحكم بيحطه. اللعبه الثانيه اللي هي لعبه، هنا هقف عند اللعبه بتاعه محمد محمود لاعب وسط النادي الاهلي. حصل استخدام قوه زايده بشكل غير طبيعي يا كابتن احمد، بشكل غير طبيعي. يعني انا عندي حالتين، في الحاله كمان المخالفه اللي ضد محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي دي 65. بالظبط كده، بالظبط كده. دي برضو حاله. في انا ممكن كمان اتفق على حاله ثالثه اللي إيه؟ هي اللاعب الاسمر اللي هو بتاع سكري. ايوه سكري عنده بطاقه صفراء، وفي في المقابل كان في برضه مخالفه مع علي معلول في هجوم واعد لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. انا بشوف ان لعبه ايمن اشرف هي لعبه مفاجاه لايمن اشرف. انا بشوف ايمن اشرف ايده ما كبرتش جسمه، ايده داخل جسمه، ربما تكون بعد الحركه طبيعيه. انا بشوفها من وجهه نظري طبيعيه، لا وجود لركله الجزاء لصالح نادي فاركو الحقيقه، لا وجود لركله الجزاء. في حد قال لي انه اللي على الاوبريتور بقى عندنا مشكله انه طبقا للميول احيانا بيحط الخطوط، هل ده ممكن يكون مقبول ولا ده ممكن يكون بيحصل ولا صعب يا كابتن؟ انا يعني والله يا كابتن احمد احنا يعني ممكن في التوقيت ده وبالطريقه دي ممكن تصدق اي حاجه الحقيقه. يعني انا ممكن يعني اي حاجه بتحصل، لان خلي بالك حضرتك حاجه مهمه جدا لما يحصل مع فريق معين، مش مهم مين هو، الاهلي او الزمالك او المصري او الاسماعيلي، 3 4 5 مباريات ورا بعض هي نفس الاخطاء تقريبا. هنا انت بتدي انطباع للناس ان في حاجه غلط، في حاجه مش مفهومه. فاحنا لابد ان احنا نراعي الكلام ده. طبعا الموجودين عن اوبريتور مع احترامه وتقديري ليهم، ربما طبعا هم اكيد ليهم ميول يا كابتن احمد، سواء اهلاوي سواء زملكاوي، لكن يعني ربما احنا ما بنشوفش المباريات دي، الحاجات دي غير في مباراه الاهلي فقط الحقيقه. يعني انا مش هقدر اغض النظر عن الكلام اللي قاله الكابتن توفيق السيد، مش بس في ركله الجزاء اللي قال واتفق في الراي مع الكابتن رضا البلتاجي، وبقى هنا عندنا اراء اتنين خبراء تحكيم مقابل راي الكابتن سمير عثمان، بنحترم الثلاثه، ولكن بنوضح ان اللقطه جدليه، اما لقطه الهدف هي لقطه غير جدليه على الاطلاق، وبالتالي الظلم واقع بوضوح على النادي الاهلي. ده غير حالات الطرد اللي كمان خبراء التحكيم اتكلموا عنها للاعبي فريق فاركو. لكن في نقطه المهمه اللي مش قادر اغض الطرف عنها اللي قالها الكابتن توفيق السيد، ان بعض الاهواء بتتدخل في الموضوع، ولكن الامر لما يتكرر بالشكل ده اكتر من مره فاحنا هنا لازم نبقى عارفين ان في حاجه غلط. هل اتحاد الكره لسه مش واخد باله ان في حاجات كتير قوي غلط؟ بمناسبه بقى بعض الاهواء، الفيديو اللي معانا ده هو ايضا في اتجاه بعض الاهواء، لان هي مش بعض الاهواء ده كثير جدا من الاهواء. نطلع ونشوف كابتن احمد الشناوي في فيديو ربما يبرر ليه هو بيتعرض لهجوم حتى لو اختلفنا معاه احيانا. احنا بنتكلم دلوقتي على ابجديات يا كابتن شناوي، يعني امبارح سيبك من الموضوع الهدف الاهلي اللي هنتكلم فيه والفار ومش الفار، يعني مثلا الكوره بتاعه الطرد دي، ده الكابتن اسمه الغندور، احمد الغندور، الغندور ده الغندور حتى ما حسبش فاول يا كابتن، ده كان يعني اللعيب وقع من طوله واغمى عليه وبيشرب دم والجهاز الطبي نزل وابتدى يعالجه والغندور كان لسه ماشي اللعب. بص يا استامر، انا عايز اقول ان يعني زي ما تيجي تقول الاوف داي امبارح بالنسبه للتحكيم كان يعني اوف داي، وده وارد، لكن المساله طبعا كلها جايه يعني زي ما تقول بتخبط في حته واحده. انت فاهم ازاي؟ في اتجاه واحد. فطبعا ردود الافعال اللي انت شايفها والقرارات طبعا اللي صدرت من النادي الاهلي، الخط الافقي اللي على الارض ده بيجي له خط عمودي راسي من فوق، صح؟ المفترض ان الخط الازرق العمودي يتقابل مع الخط الازرق، صح؟
خلاص والاحمر مع الاحمر مظبوط. الى جانب النهارده لما تشوف انت الخط اللي معمول دلوقتي المفترض ان هو يكون مع اخر نقطه في جسم لاعب اللي هو فاركو تسلم ومهاجم الاهلي اللي هو بيرسيتاو. صح. النهارده تشوف الخط الجزء كتف لاعب فاركو متقدم عن ركبته. هو انا معقوله ابقى حكم دولي ومش عارف الخط بيتحط فين؟ لا هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، من الجائز عشان برضو ايوه مش عايزين نظلم برضو حكام، مش بدافع عن الحكام، خلي بالك في بعض الاحيان أيوة. البرنامج بتاع تقنيه التسلل الخطوط ده ممكن يهنج، ما هو ده كمبيوتر حضرتك يا استاذ تامر. ما هو مش بيعمله بنفسه، هو بيوقف الصوره وبيحط وبيدخله على برنامج هنا ده. فممكن طب يعني تسمع اقول لك انا يا كابتن شناوي انه معلش لا الكمبيوتر كان سليم، الحكم هو اللي كان مهنج. يمكن رساله واضحه جدا لكل الناس اللي بتبدا بجمله بغض النظر عن التحكيم، كابتن الشناوي بنعرض لكم في 6 اغسطس 2022 بنوثقها ان هو قال الاخطاء في اتجاه واحد. يمكن ده يبرر ليه كابتن احمد الشناوي بيتعرض لهجوم، لانه قال الاتجاه واحد للاخطاء. ولكن قال كمان حاجه مهمه جدا، ممكن يكون الكمبيوتر مهنج. الكمبيوتر كان مهنج في لقطه الفار، هو الكمبيوتر اللي كان مهنج في الجواب اللي جه من الاتحاد الافريقي، هو نفس الكمبيوتر اللي هيفضل مهنج مع النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد، والاهلي خط احمر، وحابين ناكد على حضراتكم ان شاء الله من خلال قناه النادي الاهلي الساعه 10 كلمه مهمه جدا للكابتن محمود الخطيب عن الاحداث الماضيه في كره القدم وملف كره القدم المصريه. انتظرونا طبعا ان شاء الله يكون كلام مهم جدا. واحنا شغالين يعني جنبا الى جنب، الفريق النهارده بيصل الى اسكندريه لمواجهه نادي الاتحاد السكندري غدا. عارفين طبعا ان في اراحه لبعض اللاعبين بناء على قرارات النادي الاهلي، وكان قرار صائب جدا من وجهه نظري. دي طبعا لقطات وصول اللاعبين من اجل تاديه المباراه بكره ان شاء الله. عندنا استعانه فارس بمجموعه من الناشئين واللاعبين اللي هم العائدين من الاصابه واللي ما خدوش مباريات كتير. والله يا اسامه انا في المواقف اللي زي دي ايا كان اللي هيلعب وايا كانت النتيجه احنا في ظهر الاهلي، لان انا بشوف ان الموقف اللي النادي الاهلي بياخده حاليا كابتن محمود الخطيب زي ما قلنا هيطلع الساعه 10 كمان يكلمنا فيه اكتر، اعتقد ده اللي احنا كلنا وراه دلوقتي، لان ده اللي اهم من حاجات كتيره جدا يا اسامه، وده اللي هيخلي النتاج في حاجات كتيره قادمه فعلا يبقى على قدر اللي ان شاء الله بيتعمل للموسم الجاي ان شاء الله. وده طبعا جماهير النادي الاهلي بتدعمه بشكل كبير جدا، وجماهير النادي الاهلي كانت يعني في منتظره الموقف ودعمت الموقف والقرارات بشكل مهم جدا. نتمنى اتحاد كره القدم يكون حريص على يعني المنظومه اكثر من كده، يكون حريص على وضع عداله اكثر من كده، خاصه ان الجميع اصبح الان يعترف ان في اخطاء واخطاء في اتجاه واحد، واتحاد كره القدم نفسه عقب اكثر من مره على سوء مستوى التحكيم المصري. فما تاخدوش يا جماعه الامر بالعند، خدوا الامر ان مصلحه اتحاد كره القدم ومصلحه النادي الاهلي ومصلحه باقي الانديه الغير مستفيده من الاخطاء التحكيميه هي العداله. البعض ممكن يستفيد من غياب العداله، لكن بالتاكيد هتلاقوا النادي الاهلي دائما وابدا حريص على ارساء مبدا العداله، لان بالتاكيد البطوله اللي بتيجي من خلال تكافؤ فرص وعداله هي البطوله اللي بتحسسك قد ايه انت بذلت مجهود. ده بالنسبه لنا احنا. انا بتكلم عن يعني انت فاهم، انا قلت البعض اللي بيستفيد من اخطاء التحكيم ممكن ما يكونش ده فارق معاه، لكن ما زلنا في الملف سبب الازمه التحكيميه. والكابتن محمود عاشور طلع بتصريح غريب او طلع ببوست غريب جدا، بما اننا بنتكلم عن الكابتن محمود عاشور يعني وضحنا لكم الامور في الاخطاء في مباراه الاهلي وفاركو، لكن قال لا حول ولا قوه الا بالله. ولو نعرض يا جماعه ده البوست طبعا بيقول، في انتظار نشر الاتحاد المصري لكره القدم ما تم في تطبيق تقنيه التسلل من غرفه الفار للتوضيح بالدليل صحه او عدم صحه الهدف، وانا على استعداد بالاعتراف بالخطا. انا اعذروني يا جماعه الاخطاء الاملائيه، بس خلونا يعني انا اتاكدت ان هو الكابتن محمود عاشور يعني بالخطا بشكل رسمي وبتقرير كتابي للاتحاد، بس تجنب الاخطاء دي. اذا كنت اخطات في تطبيق تقنيه التسلل من خلال غرفه الفار حتى لا يتم اتهامنا بالباطل، وهذا
موجه لكل من يبحث عن الحقيقة والعدل. والله كلام مهم جدا، بس يا ترى ايه هو الاعتراف اللي عايز يعترف بيه الكابتن محمود عاشور؟ اعتراف ده معناه ايه؟ في خطأ حصل ولا في متورط اخر ولا القصة ايه بالظبط؟ الكلام ده بيحطنا قدام سيناريو المفترض يكون واحد لغير لو اتحاد كرة القدم يهمه زي ما بيهم النادي الاهلي النزاهة والعدالة والمصداقية. لو اتحاد كرة القدم هيهمه ده يبقى المفترض التحقيق بشكل عاجل مع الكابتن محمود عاشور عشان نفهم هو ده تهديد للاتحاد المصري لكرة القدم؟ هو ده تهديد لأطراف في المنظومة بشكل أو بآخر؟ عايزين نعرف القصة إيه؟ هو الراجل ده مظلوم وكان عنده توجه أو حد ضغط عليه يقول كلام زي ده أو ياخد قرار زي ده؟ لأن كل الناس اتفقت إن العين المجردة الكرة هدف. فبالتالي أتمنى اتحاد كرة القدم يحاول أن ينأب نفسه من الشبهات ويعلن نتائج التحقيق في أسرع وقت مع الكابتن محمود عاشور، وإلا يا جماعة هيعترف. وأعتقد بقى كابتن محمود عاشور مش محتاج تحقق معاه في اللعبة دي بس، لأن للأمانة كابتن محمود عاشور تاريخه التحكيمي مع النادي الأهلي أسود، وده أقل ما يقال. تاريخ تحكيمي بجد، أنا لو مكانه كحكم، وده تاريخي التحكيمي مع النادي الأهلي بالمواقف اللي احنا هنستعرضها، لو مكانه يخجل من تاريخه التحكيمي مع النادي الأهلي. هنروح خلال الموسم ده، كابتن محمود عاشور كان بطل افتتاحية ضياع النقاط من النادي الأهلي بعد سلسلة من الفوز المتتالي. أكرم توفيق في مباراة فيوتشر لعبة تجاهلها تماما محمود عاشور، وكانت ركلة جزاء، وهو حكم فار أيضا، كانت ركلة جزاء مستحقة للنادي الأهلي وتم تجاهلها. دي مباراة الأهلي والمصري، طرد للاعب اللي سجل الهدف مرتين، كان يستحق الطرد في كرة زي دي. طبعا تطبيق القانون ما كانش موجود من الكابتن محمود عاشور، كان حكم الساحة. وفي طرد تاني لنفس اللاعب في كرة مع محمد شريف واضحة جدا، ودي ركلة جزاء من ركلتين جزاء تغاضى عنهم الكابتن محمود عاشور والكابتن محمد الحنفي، الثنائية اللي أضرت النادي الأهلي بشكل كبير. ودي لقطة جزاء حسام حسن في نفس المباراة اللي كان فيها الكابتن محمود عاشور حكم ساحة والكابتن محمد الحنفي حكم فار. وأيضا كانت خسارة نقاط في توقيت مهم جدا، لو بصمات محمود عاشور كانت موجودة الموسم ده فبصماته الظاهرة اللي دايما مش خفية أيضا كانت موجودة في لعبة لرامي ربيعة كلنا اتكلمنا عنها، وأيضا حكم فار وعملية الدهس لقدم رامي ربيعة أعتقد محمود عاشور كان لازم يشوفها وكمان ما شافهاش كالعادة. ودي ركلة جزاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي اللي حسمت الدوري بنسبة كبيرة جدا، والمباراة انتهت 1-1، وكان أيضا الكابتن محمد الحنفي ساحة محمود عاشور حكم فار. لما تشوف الثنائية دي اعرف ان في كارثة. بعدها بمباراة على طول يا فارس جابوا محمود عاشور يكون حكم ساحة في مباراة الأهلي وإنبي. عدم احتسابه ركلة جزاء واضحة للنادي الأهلي رغم انه احتسب ركلة جزاء واضحة شبيهة صورة طبق الأصل لنادي إنبي. ده هنا محمود عاشور، وأيضا مباراة للإسماعيلي ولكن مباراة أخرى احتسب فيها على رامي ربيعة ركلة جزاء شفناه وهو بعد كده في مباريات أخرى كان موقفه مختلف تماما. ده الكابتن محمود عاشور. خلاص احنا يعني عرضنا أكتر من صورة، وده طبعا لما كان بيحاول يسترضي لاعبي نادي الزمالك زي ما اتكلم الكابتن سمير عثمان. أعتقد يا جماعة الكلام واضح جدا، واللي عايز يبحث عن العدالة هيلاقيها موجودة بشكل واضح جدا. فنرجو التحقيق مع الكابتن محمود عاشور، وتطلعوا لنا نتائج التحقيق دي على الساحة. مجمل أعماله لا مجمل أعماله هيبقى صعب قوي، هو مش عارف هيعترف بإيه ولا بإيه، ده خلال آخر 3 سنوات فقط لا غير. أزمة التحكيم المصري، النادي الأهلي اللي بيتضر منها، وبالتالي النادي الأهلي قضيته عادلة في الدفاع عن حقوقه. وأعتقد اتحاد كرة القدم المصري لو عاوز ينأى بنفسه من أي شبهات لازم يكون في صف العدالة والنزاهة، ما قلتش في صف النادي الأهلي لأن النادي الأهلي أيضا في صف العدالة والنزاهة. النادي الأهلي لأنه في صف العدالة والنزاهة، ننتظر كلنا إذا كنا اللي بنتكلم فيه مهم فالقادم هو أهم. وكلمة رئيس النادي الأهلي كابتن محمود إبراهيم الخطيب اللي نعدكم فيها حقائق دون المساس لأحد ودون التطاول على أحد، كلمة تليق برئيس النادي الأهلي والنادي الأهلي وأخلاقياته ومبادئه. نشوفكم في حلقات جاية كتير، والأهلي خط أحمر.